على بسم هذه البعثة لزائرتكم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. الغرض منها هو تقديم الحزب برؤيته الجديدة وبرنامجه الجديد وتصوره الجديد بعد المؤتمر. اخترنا نسمع منكم مباشرة، انتم المستهدفين ببرنامج الحزب، وانتم المستهدفين ببرنامج الحكومة، وانتم المستهدفين في سياسة رئيس الجمهورية بتصور جديد وباستراتيجية جديدة للقضايا الوطنية ولقضايا موريتانيا بصفة عامة. هذه الرؤية الجديدة وهذا التصور الجديد من أهم ملامحه هي المسحة الأخلاقية التوافقية الإجماعية اللي نال النظام من منذ فاتح مارس 2019. هذا التعاطي اللي يسعى له الحزب هو اللي يحقق الأهداف اللي ساعيه للحكومة واللي ضمنها برنامج تعهداتي.